ممكن تشرح لي الخريطة تركيبة السودان عشان ندور على فكرة الهوية الوطنية داخل السودان وقدرتها على الحفاظ على الدولة؟ وهل في مخاوف من تقسيم السودان بعد ما راحت بورت السودان؟ فهل ممكن أن يكون هناك تقسيم آخر ويبقى هو جزء من الحل وده عبء على مصر ولا لا؟ بالتأكيد أن التصور يعني بعد انفصال جنوب السودان أصبح السودان ذات نفسه محل يعني وفي أجندات يعني خارجية بتشتغل على يعني أجندة التفكيك وفي تصورات وفي خرائط. أنا قلت بورت السودان، أنا آسف، جنوب السودان. جنوب السودان لأن هو بورت السودان كان مرشح أن يكون عاصمة لشرق السودان الدولة اللي هي كمان يعني في يمكن في تصور أن يكون شمال السودان حاليا أن ثلاث دول، وفي تصور آخر أن يكون دولتين سواء شرق السودان أو شمال السودان وغرب السودان. وبالتالي التصورات دي موجودة في الخرائط العالمية كسودان، لكن الهوية سواء أنت عارف التشكيلة العرقية في السودان يعني تشكيلة غريبة، في قبائل عربية، في قبائل إفريقية، في هويات مختلفة، في كمان أن حتى القوى السياسية تغذي هذه العرقية وهذه الهويات يعني ما فيش جامع يعني يجمع من ناحية الشعور القومي في السودان إلى حد ما شعور زي يعني مصر أو أي دولة عربية. أحيانا ممكن تقرب ده شوية للسادة المشاهدين يعني شكل التركيبة في الداخل. بستأذن حضرتك بس عايز أقول أن أبلغنا الآن مصدر مسؤول بأنه تم القبض على الفنان حسام حبيب وبدء التحقيق معه في الاتهامات الموجهة له من مطلقته الفنانة شيرين. فضل. يعني بمعنى ان الخريطة القبائل مثلا القبائل في خلاف تاريخي ما بين القبائل الغرب السودان بالرغم من التشكيلة فيها قبائل عربية وقبائل إفريقية، لكن الهوية الإفريقية هوية غالبة وفي علاقات مع دول الجوار، وفي بعض القبائل زي مثلا المساليت الفور وغيرها من القبائل دي ليها امتدادات يعني داخل تشاد وغيرها في افريقيا الوسطى والكلام ده. وبالتالي حتى في بعض الحاجات اللي موجوده مثلا في تشاد في تخوف من يعني احيانا ممكن يكون اجنده بعض القبائل الافريقيه اللي داخل تشاد تتوائم مع أجندة الدعم السريع. أيوة. بالمقابل أن هناك مصلحة مثلا من القوى الحكومة التشاد متوافقة مثلا مع الحكومة مع الجيش السوداني، وبالتالي لمصالح ضيقة تتعلق بالزغاوة بالرغم أن الزغاوة موجودين في السودان وموجودين في تشاد. القبائل برضو في الشرق السودان وشمال السودان في قبائل عربية وغيرها من القبائل الإفريقية أو القبائل المحلية الأخرى زي البيجا وغيرها، لكن أعتقد أن مناطق السودان أو حتى الحلول الفيدرالية ده تنعكس القبلية في السودان حتى في المسارات أو مآلات السودان، حتى بعد لو حصل إن هناك تصور في المسار السياسي فيما بعد أو اتفقت القوى السياسية، لأن هو لم يكن مطروحا حل إن يكون دولة مثلا عبارة عن محافظات. الحل الفيدرالي هو الأساس في الموضوع بدليل إن هناك مسار لغرب السودان، مسار لشرق السودان، مسار لشمال السودان، ومسار لوسط السودان وهو الخرطوم. وبالتالي ده ما هو إلا إنعكاس للحلول الفيدرالية. وبالتالي التصور القادم حتى بعد إذا هدأت المنطقة وخرج الجيش السوداني من السلطة ومسكت حكومة انتقالية حكومة مدنية مثلا في السلطة، لم يكن هناك أي تصور لدولة وطنية أو دولة قومية تحكم السودان، وبالتالي الأقاليم كلها هيكون لها حكام وليها هيكون لي استقلالية في القرار السياسي، لكن هناك حكومة اتحادية هتكون جامعة. التصور هذا لم يكن وليدا، يعني حتى بعد نهاية الثورة السودانية كان هذا التصور موجود وقائم. وبالتالي أزمة السودان مش يعني أعتقد أن هذا توافق ما بين القوى السياسية، لكن حتى هذا الحلول احنا دلوقتي بنبص ليها وكأنها أصبحت من التاريخ رغم أنها كانت من سنتين ثلاثة، لأن دلوقتي التصور لحضرتك يعني أنت بتقول عليه متردد في كل الحاجات أن هناك انقسامات، وإن أحيانا يعني رغم أني كنا من أسبوعين ثلاثة نتحدث عن دولة يعني في حالة أن الدعم السريع ممكن لو هيخسر المعركة وابتدى
يعني النهاية بتاعته هتكون موجودة. هو معد لسيناريو أن يستقل بغرب السودان ويصبح الدولة، يعني هو هينفصل وهيلاقي ناس تعلن تأييدها، وخصوصا أن البعد هو الغرب اللي فيه الذهب، اللي فيه الذهب، وفي حاجات تانية ان البعد العرقي ليه البعد العرقي، سواء حتى من ناحية هو يعني كقبيل، او حتى الجيش اللي هو موجود في الجيش بتاعه معظمهم من غرب السودان بشكل عام. وبالتالي التصور هو الأجندة دي موجودة، رغم ان هو لما يتم محاصرته من خلال الصحفيين او من خلال حتى الاطروحات الاعلاميه بيقول والله انا الهدف الرئيسي يعني مش تقسيم السودان الى دولتين، الهدف الرئيسي وحده السودان، لكن في اطار اللي هو الاتفاق الاطاري. والاتفاق الاطاري لو انت رجعت لي هو انت بيستبعد قوه سياسيه على حساب قوه سياسيه. الكتله الديمقراطيه اللي حاليا لاول مره تجتمع مع تقدم وقوى الحرية والتغيير أصلا هي اللي أسقطت حكومة حمدوك فيما قبل، يعني قبل ما نصل لهذا السيناريو، وهي أصلا اللي رفض الاتفاق الإطاري. وبالتالي أعتقد أن القاهرة هنا يعني بترجع حاجات ما بين قوى متنافرة يعني في المشهد السياسي. أحد الباحثين المهمين الملمين بالشأن السوداني قال لي حتى لو حمدته هو اللي انتصر في المعركة لن يستطيع أن يحكم السودان ولن يسمح له بسبب الوضع القبائلي داخل السودان. لا هو 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 لن يسمح لي، لأن هو يعني هو يعني يسمح لي بالحكم السودان في حالة انقسام الدولة الموجودة. لكن أنا شمال على الدولة لكن لأن الإحن والمشاكل والحاجات اللي هي كل الشعب والمدن السودانية أضيرت من الدعم السريع على أرض الواقع. الجيش السوداني حتى الآن لم يتورط في مثل هذه المسائل، لكن الجيش السوداني يعني أنا لينا أصدقاء كثير وطلاب وتلاميذ يعني كانوا موجودين عندنا في جامعة القاهرة يتحدثوا عن المآسي اللي تركها الدعم السريع في كل المدن والأحياء السودانية، سواء في الخرطوم بحري أو الخرطوم العاصمة المركزية أو أم درمان، أو حتى يعني أنت في منطقة واحدة الجنينة فيها 15,000 قتيل. وبالتالي انت بتتحدث عن التقديرات، تقدير المبعوث الامريكي لعدد القتلى في السودان 150,000 قتيل، عدد المنازل اللي هي اضيرت وعدد المزروعات والحصاد الموجود في السودان. اعتقد ان فرص الدعم السريع في حكم السودان فرص تكاد تكون مفقودة لو هو سيطر على المشهد السياسي. لن يقبل الشعب حتى وان سقط الجيش السوداني، لن يقبل الشعب السوداني. فين القوى الثورية اللي كانت موجودة في الشارع واسقطت البشير؟ القوى الثورية موجودة حاليا في المشهد السوداني، لكن هو الجديد اللي هو دلوقتي اللي ظهر جديد هنا في ما يسمى بالمقاومة الشعبية، أو حتى الحركات اللي هي موجودة، يعني الإسلاميين اللي هم موجودين بيحققوا على أرض الواقع. وفي المقاومة الشعبية أعتقد أن هي كمان بتساعد الجيش في الحفاظ، يعني أعتقد أن عدم سقوط صنار في لبعض الأيام كان سببها أن دعم المقاومة الشعبية. نفس الوضع في الجزيرة وبعض الانتصارات اللي حققوها. صحيح أن يمكن ساعدوا، يمكن المشهد الرئيسي اللي كان من الممكن أن قوات الدعم السريع أن تعمل هي كل الهدف الرئيسي دلوقتي في معركة سنجة ومعركة دندر وفي المناطق اللي هي حوالين جنوب على الحدود الإثيوبية. هو كان كل الهدف بتاع الدعم السريع أن تكون المساحة مفتوحة على الحدود، أن تكون الحدود مباشرة ويكون التواصل ما بينه وما بين الدولة الإثيوبية تواصل مباشر. وخصوصا أن هناك بعض التحليلات، ودي تحليلات حتى من قبل الاستخبارات السودانية، هناك 3,000 من سواء من الشفتة أو من القبائل اللي هي سواء التجري أو الأرومو بيساعدوا أو بيقتلوا في المناطق الشرقية مع قوات الدعم السريع. وده أعتقد أني ممكن بدعم غير مباشر من الحكومة الأثيوبية، لأن ليها مصلحة متورطة. هو إيه ده؟ وده بيفسر لك لماذا فشلت الأجندة أو اللي هو الاجتماع اللي عملوه للقوى السياسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وبالتالي أن كون أن المعركة في هذه المنطقة تحديدا ده بيحاولوا بطريقة أو بأخرى أن يفتح المساحة زي ما هو فتحها في الغرب السوداني، هو عاوز يفتحها في شرق السودان وكل حدود مباشرة مع أثيوبيا. وقد يكون وده الخطورة ولا بد أن ينتبه لها الجيش السوداني، وإحنا موقعين مع اتفاقية صداقة مع السودان، قد يكون أن يحدث
تواطؤ ما بين ما بين ما بين الدعم السريع على منطقة الفشقة والحدود السودانية، وبالتالي ده التخوف المستقبلي بقى، لأن إحنا هذه الحدود التاريخية من المفترض ليس من مسؤولية السودان فقط الحفاظ عليها، إحنا برضو بنساعدهم في هذا الإطار، وده الخطورة المستقبلية في هذا الأمر.